بمنطق الربح والخسارة، بحسابات رجال الأعمال وإبرام الصفقات، وجدت أوروبا نفسها فجأة أمام مأزق عمرها، أمام محنة ترتسم ملامحها في الأجواء، تهديد ووعيد من حاكم البيت الأبيض السابق والمرشح بقوة لسكنه من جديد، أن انتهى عهد حمايتنا لكم بلا مقابل. انقضى عصر تسيرون في كنف بلاد العم سام، تنعمون بدفء تحت جناحها دون ثمن يدفع، دون ضريبة تؤدى إلينا. معي سينتهي كل ذلك، حتى لو أصبحتم فريسة لألد أعدائكم. وكأنه يذكر القارة العجوز بنظم قديم مفاده: هجرتك فامضي حيث شئت وجربي، من الناس غيري فاللبيب يجرب. لكن أتكون تلك اللبنة التي تكاد أن تتحطم بمعول ترامبي، بداية لنهاية حلف عسكري ملأ السمع والأبصار، توسع وتمدد، هيمن وهدد وسيطر؟ أينقضي كل ذلك سيرا على درب أحلاف أخرى تفككت عبر الزمان؟ أم تستجد مع الأمور أمور يرضخ معها الأوروبيون رغما عنهم لترهيب من حليف لا من عدو، وكأن لسان حالهم ينطق في حسرة بالقول: المستجير بأمريكا عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. سلمنا الله وإياكم.